سوق عراقي يرتبط بسلعة تباع. شورجة؟ عيد. باس. سمي حيوانا يبيض. دجاج. عيد. طيور. شيء يصلح للأكل لكنه يذوب. ثلج. عيد. مرطبات. شيء موجود في الدراجة الهوائية. المقعد. خلص، خلصت الأسئلة وكانت إجاباتك مكررة مع أجوبة أيمن، وبنفس الوقت صار عندك بعض الأخطاء ودخلنا على 25 تنتهت ما جاوبتني السؤال الخامس. خلينا نشوف إجاباتك اللي على الخمس أسئلة شقد جابت لك من نقاط. تفضل. السؤال الأول اللي سألتك إياه قلت لك سوق عراقي يرتبط بسلعة تباع، أيمن قال شورجة، أنت قلت قلت شورجة وقلت باص، أنت قلت باص، والمفروض وأفضل إجابة اللي هي سوق الذهب. أفضل سوق عراقي يرتبط بسلعة تباع. زين، السؤال الثاني سألنا قلنا سمي حيوانا يبيض، أيمن قال دجاجة، أنت قلت الطيور. الإجابة جابت لك 32 نقطة، إذا ممتاز، صار مجموع النقاط 62 نقطة. السؤال الثالث يقول شيء يسطح للأكل لكنه يذوب، ثلج، جاوب أيمن، أنت قلت مرطبات، جابت لك زيرو. أعلى إجابة هي لربما أعتقد الملح يؤكل ويذوب في نفس الوقت. السؤال الرابع، شيء موجود في الدراجة الهوائية، قالك زوز أيمن، ماكو زوز، أنت ايش قلت؟ مقعد. أنت سويت باس وما قدرت تجاوب. السؤال الخامس، ثمرة أو نبات طبيعي يأكله الإنسان، أنت قلت ما قلت فزيرو، ولذلك أنا أعتقد اللي الثمرة أو النبات الطبيعي اللي يأكله الإنسان هو الكمة. يا سلام. الكمة هذا النبات الطبيعي اللي كلنا نحبه كلنا ناكله. المهم إجاباتكم اثنيناتكم لم تؤهلكم للفوز مع الأسف للجائزة، لأنه جبتوا 62 نقطة، كان المفروض أن تجيبون 200 نقطة، لكن هذا لا يمنع من أن ستكونون معنا في الحلقة القادمة.